вчера и позавчера, то есть в субботу и воскресенье, нам удалось эвакуировать с территории Азовстали. من حرم مصنع أزوفستال نحو 100 شخص وهم أطفال ونساء ونساء مسنات وهن الآن في الطريق نحو مدينة زاباروجيا وهي مدينة تقع تحت سيطرة أوكرانيا كانت عملية صعبة لإنقاذ هؤلاء الناس لأنهم جميعا كانوا تحت الأنقاض والكثير منهم في أماكن تم قصفها في حرم مصنع أزوفستال هناك عدد من القذائف غير المتفجرة وأعداد كبيرة من الأنقاض واضطر جنودنا بإزالة هذه الأنقاض يدويا لإخراج الناس وبقي في منطقة المصنع نحو 20 طفلا وأكثر من 100 مدني أو نحو 200 مدني حتى الآن موجودون في حرم المصنع المجمع الصناعي في هذا الوقت اليوم طوال الليل كان المجمع يقصف بمدافع السفن والدبابات والمدافع العادية ومنذ الصباح أجري قصف جوي بقنابل ثقيلة رغم أن المدنيين لا يزالون في أراضي المعمل. طيب كم يقدر عدد من بقي في هذه المنطقة في المصنع وكيف يتدبرون أمورهم؟ هناك أقبية وملاجئ نعرفها ونساعد الناس الموجودين فيها وهناك أقبية وملاجئ لا نستطيع الاقتراب منها أثناء القصف أو بعد القصف هناك أماكن تم تدميرها بالكامل ولا يزال هناك أناس على قيد الحياة نحادثهم لكن لا نستطيع الوصول إليهم خلال القصف بالمدافع والقنابل الطيران الناس الذين نعرف عنهم هم نحو 20 طفلا وبضع مئات من المدنيين نحن نقاسمهم ببقايا المؤن التي لا تزال متوفرة عندنا وكذلك مياه الشرب ونقدم لهم العلاج فهناك بين المدنيين من أصيبوا بجروح أو كسور وأطباؤنا ينقذون أرواحهم لماذا لم تقبلوا الخروج من هذه المنطقة أنتم خاصة أن الجانب الروسي يقول بأنه فتح الباب أكثر من مرة الطرف الروسي عندما أعلنوا أنهم أوقفوا النيران أي كانوا في نظام صمت واقترحوا على المدنيين أن يخرجوا كانت أراضي المجمع الصناعي تتعرض للقصف المستمر أي عندما أعلنوا عن نظام الصمت لم يبدأ نظام الصمت بالفعل بل استمره القصف لا يصدق أي مدني الروس لأنهم يعرفون ما فعله العسكريون الروس في ماريوبل فقد قصفوا دور التوليد والمدارس والمسرح وأخذوا رهائن وقصفوا المساجد الموجودة هناك علما أننا كنا نساعد
مواطني تركيا ونصور ذلك بالفيديو لنبين أن المساجد لجأ إليها مواطنون أجانب، لا تقصفوهم رجاء. المدنيون لا يصدقون الروس لأنهم يخالفون ما يعدون به، يأخذون المدنيين إلى أراضي روسيا ثم يختفون، الرجال يختفون تماما. وعندما ومنذ أسبوع كان هناك إجلاء من المدينة، وعدوا مواطنين أنهم سيتوجهون إلى أراضي أوكرانيا، ولكن وجهوا تلك الباصات إلى نحو لوكوتشايفسك ثم إلى مدينة روستوف الروسية، حيث انقطع الاتصال بهؤلاء المدنيين. لا يصدق أحد ما يقوله الروس، ويريد المدنيون ضمانات من طرف ثالث أو من منظمات دولية كالأمم المتحدة. يجب أن يكونوا واثقين أنهم سيصلون إلى أراضي زاباروجيا أو أراضي أخرى تسيطر عليها أوكرانيا. طيب، لا شك بأن الوضع صعب من حولكم، ولكن لابد أن أنقل لك وجهة نظر يتحدث بها وتتحدث بها وزارة الدفاع الروسية، بأن هذه المنطقة حيث أنتم الآن في الكثير من المرتزقة الذين يقاتلون إلى جانب كتيبتكم، تستطيع أن تعطينا صورة ما يتحدث به الروس؟ هل بالفعل ثمة مرتزقة يقاتلون معكم في هذه المنطقة في ماريوبول في مصنع أزوفتال على وجه التحديد؟ لا يوجد عندنا أي مرتزقة، فيوجد هنا تشكيلات للحرس الوطني وكذلك الشرطة الذين بقوا في المدينة وممثلو مصلحة الأمن الأوكرانية واللواء 36 للمشاة البحرية، كما يوجد بيننا الجزء الثالث من البحرية، وجميع العسكريين من مواطني أوكرانيا، ولا يوجد بيننا أي مرتزقة. أن فوج أزوف هو جزء من الحرس الوطني، انضم إلى الحرس الوطني في 2014، ووفق قانون أوكرانيا حول الخدمة العسكرية لا يمكن أن يكون عسكريين عندنا إلا مواطنو أوكرانيا. شكرا جزيلا لك من مدينة ماريوبول مصنع أزوفستال على وجه التحديد، قائد كتيبة أزوف في ماريوبول سيفاستولاف بالاماركالينا.